نشكر أسرة الإعلام اللي رافقونا اليوم في الافتتاح باتي مالتاك لسنة 2023، 25 سنة من الوجود، 25 سنة من النجاحات. هذا النجاح اللي وصل ليه معرض الباتي مالتاك ما جاش هكذاك. نشكر المنظمين على حسن التسيير، يعني وصلنا أننا نعمل باتي مالتاك، معرض باتي مالتاك بطريقة مهنية في التسيير. نجاح باتي مالتاك جاء بهذه الطريقة. الآن باتي مالتاك يعتبر أكبر معرض في إفريقيا، وتقريبا الأول على المستوى البحر الأبيض المتوسط. هذا النجاح وهذا المرتبة اللي وصل لها باتي مالتاك جاءت أيضا بالمنتوج الجزائري. المنتوج الجزائري اللي شفناه في الأجنحة، مختلف الأجنحة اللي وصل، منتوج جزائري عالمي يحترم كل القوانين العالمية اللي يسمح له باش يروح في التصدير. ونغتنم هذه الفرصة، نغتنم وجودنا في باتي مالتاك لنشجع المنتجين للتوجه للتصدير. الغاية الآن يعني وصلنا إلى توفير منتوج جزائري لمستهلك في الجزائر اللي يغطي احتياجات يعني الجزائر. الآن نفكر في مرحلة ثانية، أننا نمشي لإفريقيا، نمشي إلى السوق الإفريقية محلي، و350 عارض أجنبي، رقم أكثر من رقم تاع السنة الماضية اللي كنا تقريبا 750 عارض. غادي نشوف أنه الباتي مالتاك أخذ مكانة لاباس بها عند المنتجين الجزائريين والمنتجين الأجانب. الشيء الجيد في هذه السنة هو وجود الشريك الصيني اللي كان غاب على معرض باتي مالتاك لمدة 3 سنوات، يعني بجائحة الكورونا اللي خلت صعوبة التنقل يعني في المستوى العالمي. يعني نشوف انه حتى بالأزمة المالية يعني الاقتصادية العالمية اللي موجودة الآن، وحتى يعني بالكورونا، توصلنا إلى تنظيم معرض باتي مالتاك ب 900 عارض. شيء جميل جدا، لازم نمشي أكثر في هذا الشيء. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.